عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية وصحة دائمة إن شاء الله. How to be a good designer، ما هي الخطوات، يعني كيف تكون مصمما ناجحا، وما هي الخطوات اللي أتبعها للوصول إلى التصميم المثالي لأي مشكلة تواجهني. أوكي، بالبداية خلنا نتفق إنه التصميم، كل التصاميم بشكل عام، بحث طالب صف رابع، طالب ماجستير، طالب دكتوراه، موظف في مؤسسة حكومية يريد يسوي بحث، كلها تندرج ضمن ما يسمى بالريسيرش، البحث. تصميم اعتبره هو بحث. اوكي، الريسيرش هو شنو؟ عبارة عن نوليدج، علم، انفورميشن، معلومات، اجمعها يصير بحث. كلما كان النوليدج عالي، مستوى عالي، المعلومات كل ما كانت غزيرة، كل ما الريسيرش مستوى عالي. أوكي؟ طيب، هسه قبل لا أجي أدخل بالديزاين بروسيجر، راح أجي أشوف هذا المهندس اللي أني المتلقي، اللي أنا دا أوجه له هذه المحاضرة، شنو المفروض تتوفر به من صفات حتى أعتبره مهندس ناجح. في البداية خلي نتفق ما هو تعريف المهندس بشكل عام. هو ذلك الشخص الذي يتمكن من اختصار المواد مع ضمان سلامة العمل. أوكي؟ هذا كان مهندس مدني، كهرباء، إلكترونيك، كمبيوتر، معماري. أوكي؟ بالنسبة لمهندس تصاميم إلكترونية، وفي تقدير وفي قناعتي ومن خلال الخبرة اللي يعني أمتلكها، He's a person who can successfully operate the circuit he designed. عندك دائرة صممتها، جمعتها، جيت تريد تشغلها، انطيتها باور، ما اشتغلت. إذا ما عرفت وين الخلل وما قدرت تشغلها، تعذرني أنت مو مهندس. وهنا يتميز يتميز المهندس الناجح من غيره، الذي يستطيع فحص الدائرة التي صممها. أوكي؟ الشغلة الثانية اللي تتوفر به، He's a person who can modify the design to suit the component he got. يعني أنا عندي تصميم، هذا التصميم خلي نقول اقتبسته من الإنترنت، الشخص اللي ينشره بالإنترنت مستخدم كومبوننت ما عندي إياها، ما متوفرة عندي، خصوصا هسه في ظروف الحجر الصحي وما أقدر أوصل لين الباب الشرجي وأجيب الكومبوننت، شنو اللي أسوي؟ أبطل خما أبطل؟ إذا قدرت أعدل على التصميم بما يناسب الكومبوننت الموجودة عندي، أنا مهندس ناجح. تمام؟ إذن هاي الشغلتين ضرورية تتوفر بالمهندس اللي يريد يشتغل تصاميم وبحوث إلكترونية. أوكي، هسه نجي على الديزاين بروسيجر، عبارة عن خطوات. أول خطوة بيها هي ستدي، ولكن ستدي شنو؟ ستدي ذا بروبلم كيرفولي. شلون يقول واحد فهم السؤال نصف الجواب؟ نفس الشيء، عندي ظاهرة فيزيائية، درجة حرارة، سرعة رياح، ضغط، حركة، whatever، أريد أدرسها، أريد أسوي لها قياسات، أريد يعني أفحصها. كل ظاهرة فيزيائية، ولكل ظاهرة فيزيائية إلها تصميم معين، ولكن إذا ما قدرت أوصف المشكلة مالتي أو الظاهرة الفيزيائية اللي أريد أفحصها، ما أقدر أخلي أو أقترح تصميم لهاي المشكلة، لهاي المعضلة. إذن المرحلة الثانية، وبعد ما كملت الاستدي وما كانت البروبلم عندي واضحة، أجي أسوي بلوك دايجرام، أقترح بلوك دايجرام. هذا البلوك دايجرام أني أعطيت عنوان النوليدج، نفس النوليدج اللي هي بالريسيرش، هذه هي أهم فقرة ويتميز بها المهندس الناجح من غيره. Suggest a suitable block diagram to solve the problem. المهندس اللي يتمكن من تدوين البلوك دايجرام لكل معضلة تواجهه هو المهندس الناجح. بلوك دايجرام، وأؤكد على البلوك دايجرام،
وكذلك المهندس اللي يستطيع أن يستنبط من الخريطة اللي جوا إيده، خريطة موبايل، خريطة ماذر بورد، ساتلايت ريسيفر، أستنبط من أدها كهندسة عكسية أسوي وأحصل منها على البلوك دايجرام، كذلك أنا مهندس ناجح ومهندس متمكن. طيب خطوة بعدها سكيماتيك دايجرام، شيء أكيد، لكن هنا اللي راح يحكمني شنو؟ طبعا convert the block diagram into schematic diagram، اللي راح يحكمني هنا هو شنو؟ الكومبوننت اللي عندي، يعني يعني شنو عندي كومبوننت، راح اسوي من عندها دائرة تتبع البلوك دايجرام المقترح. طيب هسه شو اسوي؟ اشغل الدائرة، operate the circuit and make records. الريكوردز هنا انا انطيتها عنوان الانفورميشن، وهو الجزء الثاني المهم في كل بحث. هاي الريكوردز بيش تفيدني، تفيدني وتفيد غيري اللي يجي يبحث في هذا المجال، يعني نفس المجال اللي انا دا اشتغل عليه. كل جهاز اريد اشغله، كل منظومة اريد اشغلها، ما اقدر اسوي لها اوبتمايزيشن او تعديل او تطوير اذا ما عندي، اذا ما اتبع ريكورد، اذا ما عندي معلومات عنها. مثلا اعطيكم مثال، عندي مثلا سائل اريد احميه واخذ قراءات لدرجات الحرارة مالت البخار اللي متكون من هذا السائل. هذا السائل ده حميه بهيتر، هيتر كهربائي، الهيتر انطيه 50% باور واقرأ لدرجات الحرارة، انطيه 75% واقرأ لدرجات الحرارة، 100% واقرأ لدرجات الحرارة، راح يتولد عندي كيرف. هذا الكيرف اعتمد عليه في تعديل وتطوير وتحسين اداء المنظومة بما يضمن شنو؟ سلامة العمل. هذه هي الخطوة الثانية اللي ما بعدها، اللي هي الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن باختصار هي optimize the design to achieve better performance with lower cost. طبعا اللور كوست كلنا ندور عليه، كل الشركات تتنافس في ان تقدم المنتوج مالتها باقل كلفة، تتنافس مع الشركات الاخرى، ولكن مع ضمان يعني افضل اداء. اوكي، هذا هو اللي قصدناه من حكينا ان المهندس هو الذي يستطيع ان يختصر الى الحد الذي يضمن سلامة الاداء. طيب بعدها خلص المشروع، لكن هل انا كملت شغلي؟ لا، لازم اسوي documentation. documentation اللي هي اللي تحفظ عملك و تخليك ترجع له في أي وقت أنت وغيرك، يعني أي واحد يجي من بعدك يريد يكمل اعتمادا على هاي الدوكيومنتيشن. إذن write down every single detail، كل يعني شيء تفصيل معين، كل تفصيل تشوفه مهم سجله، وبذلك يعني أنت هسه هاليوم شغلت المنظوماتك، باكر ورا يومين ورا اسبوع ورا اسبوعين ثلاثة اسابيع شهر تجي تبغى تقول هاي شنو انا شو مسوي؟ ما تقدر تشغل، شنو ده ايش ده مسوي، شو مسوي اني، ايش مستخدم، شنو ده الفولتيج قد، شكل الموجة شنو، ليش لا ما مسوي دوكيومنتيشن. اوكي طيب هسه خلصنا الديزاين بروسيجر كمثال عن الفقرات المهمة. أعطيكم هذا يعني فد مثال توضيحي، هذا بلوك دايجرام لفد شيء اسمه بروكسيميتي ديتكتر. بروكسيميتي ديتكتر عبارة عن متحسس يتحسس المعادن عن قرب، يعني قرب مسافة كلش قريبة، مليمتر، مليمترين، مليمتر ونص، وهكذا. هذا المشروع انطلب من عندي قبل حوالي 25 سنة، ولد صديق قال لي سوي لنا بروكسيميتي ديتكتر، وبين قوسين اندكتيف بروكسيميتي ديتكتر، يعني لازم استخدم كويل. ما عندي اي معلومه، كتاب، مجله، دوريه، انترنت، كل شيء ماكو.
وكذلك ما عندي بروكسيميتي ديتكتر شغال بين يدي، يعني شلون اشتغل؟ عموما اتبعت هذا الاسلوب اللي هو هسه شرحته قبل شوي، هاي الخطوات الخمسة او الستة. قلت شنو الدائرة الالكترونية اللي اذا خليت بها كويل، وهذا الكويل تتغير المحاثة مالته باقترابه وابتعاده عن الحديد او المعدن، راح تتغير البرفورمانس مال هاي الدائرة، الاوتبوت مالتها يتغير. ماكو غير الاوسيليتر. اوكي، اذا وصلت الى ان انا لازم اخلي اول بلوك هو الاوسيليتر. طيب هذا الاوسيليتر يسوي لي تردد، التردد اريد اتحسسه. شلون اتحسسه؟ ابسط تحسس اللي هو احوله الى دي سي ليفل، وهذا الدي سي ليفل يكون متغير بوجود كومباراتور. راح اسوي انديكيشن، راح يصير عندي انديكيشن كل ما تغير، كل ما صعد، كل ما نزل، كل ما اقترب، كل ما ابتعد السنسر من المعدن. هذا البلوك دايجرام بعد فتره حصلت على كتاب مشهور في علم الروبوتكس، وكان يعني المعلومات مالته وفيرة، يعني كلش مستفيضة، ومن ضمن الفقرات مالته حاكي عن البروكسيميتي ديتكتر. حاط يعني بكل أمانة خال نفس هذا البلوك دايجرام، اوسيليتر، لو باس فلتر، وكمباراتور. صارت عندي ثقة بنفسي انه اني هذا التصميم اللي اعتمدت على نفسي به ونجحته ونجح واشتغل. اكو غيري في دولة متقدمة، في دولة غربية، معتمد واصل لنفس هذا التصميم ومعتمده ومنزله طابعه في كتاب مشهور، كتاب علمي محترم. اوكي، هاي بس ده انطيكم يعني امثلة بالنسبة للسكيماتيك دايجرام. هذا هو السكيماتيك دايجرام، هذا هو الأوسيليتر اللي استخدمته. طبعا استخدمت أكثر من نوع من الأوسيليترات، بس هذا شفته الأنجح اللي هو يسموه ريزونانت أوسيليتر. هنا أنا هذا هو الكويل، وهاي المتسعات اللي أنا حاط عليها العلامة الحمراء، الخط الأحمر، هي اللي تؤدي طبعا مع هذا الترانزستور، هي تؤدي عملية وتسوي أوسيليشن. وراها لو باس فلتر متسعة عادية قطبية مو أكثر، راح تحول لي الأوسيليتر هذا والأوسيليشن الفريكونسي، راح تحول إلى دي سي ليفل، وباستخدام كومباراتر عادي يعني مع ريفرنس فولتج مقاومة متغيرة، راح أسوي يعني تعديل أو فتنس يعني فتنج للموقع يعني اللي أريده. يعني أريد بعد 2 مليمتر، أريد بعد 1 مليمتر، أريد بعد 1.5 مليمتر، هاي المقاومة هي اللي يتحقق للغاية. أوكي، هذا بالنسبة للسكيماتيك دايجرام. شغلة ثانية أريد أوضحها لكم هي الدوكيمنتيشن. هذه الدوكيمنتيشن أنا دونتها بخط ايدي وبالقلم الرصاص قبل 25 سنة من اشتغلت هذا الاوسيليتر. تلاحظون انه هي يعني بخط اليد شوية مو واضحة، ولكن هذه القيم وهذه الدائرة هسه اذا ارجع انفذها بكل تفاصيلها راح ترجع لي، او اشغل بنفس هذا التردد 117.5 كيلو هرتز. تلاحظون ايش قد مهم الدوكيومنتيشن، وأنا محتفظ بها بالمناسبة لحد هاي اللحظة، قبل 25 سنة وإلى هاي اللحظة، وبالقلم الرصاص وما تلفتها، بعدني محافظ عليها. أوكي، هسه خلصنا من ديزاين بروسيجر، أريد أسوي مقارنة بين الهاردوير والسوفتوير ديزاين. هل يختلفون؟ هل أكو بيناتهم فرق؟ لا طبعاً، ماكو فرق. نفس الخطوات. ستادي، بلوك دايجرام، سكيماتيك دايجرام، ريكوردز، اوبتمايزيشن، دوكيومنتيشن بالنسبه للهاردوير، يقابلها ستادي، فلو تشارت، سينتكس، ريكوردز، اوبتمايزيشن، دوكيومنتيشن. في هذه الفقرتين فقط اكو يعني فرق بسيط، ولكن هو نفسه.
البلوك دايجرام في الهاردوير يقابل الفلو شارت بالسوفت وير، والسكيماتيك دايجرام التفصيلي الربط التفصيلي يقابل السينتكس بالسوفت وير. هذه طبعا يعني انا بشكل هيك على عجاله اعطيكم فد شيء بسيط توضيحي. الاوس يعني هنا العفو، هذا البروكسيميتي ديتكتر كبلوك دايجرام. هنا نشوف اللي الفلو شارت وكأنما هو ايضا بلوك دايجرام. انا طبعا اقتبسته من الانترنت هيك يعني فد سامبل يعني كاكزامبل. بالنسبة للسوفت وير، اوكي هذا السنتكس، هذا ايضا هنا يعني شلون ترجمت البلوك دايجرام حولته الى سكيماتيك دايجرام كومبوننت تفصيلية، وهذا هنا شلون احول الفلو شارت الى سنتكس السوفت وير، سينتاكس شغال ومعتمد. السوفت وير انا بصراحة اختصاصي هاردوير. السوفت وير ما اقدر يعني اشرح لكم عنه بالتفصيل لان يعني هذا مو اختصاصي، ولكن حبيت اعطيكم فد هنت بسيط انه ايضا السوفت وير اذا احد يعني عنده واهس يشتغل سوفت وير، فنفس الخطوات اللي يتبعها في التصميم بالنسبة للهاردوير هي نفسها بالنسبة للسوفت وير.